الكابتن احمد سامي مدير الفني لنادي السيراميكا قال الهدف المبكر زاد من صعوبه مباراه الزمالك، وبيقول ان فريق سيراميكا ما لعبش باسلوب دفاعي امام الزمالك. طبعا انتوا عارفين الزمالك هيسافر ان شاء الله اليومين الجايين الى الامارات عشان مباراه السوبر يوم الثلاث. الزمالك هيسافر الى الامارات، والاهلي برضو على حد علمي هيسافر برضو يوم الثلاث اللي جاي. وسامع كده ان جماهير الزمالك في الامارات عامله دخله خاصه للشيكابالا في مباراه السوبر المصري يوم الجمعه القادم، عاملين دخله كده خاصه لشيكابالا. ده من مصادرنا كده من داخل جماهير الزمالك، عاملين دخله جامده جدا احتفالا بشيكابالا في مباراه السوبر المصري يوم الجمعه القادم. طيب دي مباراه الزمالك والسيراميكا، زي ما قلت لكم الزمالك 6 نقاط في صداره الدوري، سيراميكا 3 نقاط. هارد لاك للسيراميكا، عمل جيم كويس جدا يعني فرقه محترمه جدا نادي السيراميكا، لكن الزمالك بخبرته وبتنظيمه زي ما قلت لكم قدر يفوز النهارده بالمباراه.